مشاهدينا بدي احييكم مع الحل عنا عبر الام تي في، وبالتالي اتصالاتكم بناخذها على 04 444 4444. نبدا بالمعلومه. بمعلومتنا لليوم، مدير عام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي بناء على قرار هيئة مكتب مجلس إدارة أصدر اليوم مذكرة إعلامية حملة الرقم 620 تاريخ 20/8/2019، حدد بموجبها الآلية اللي يجب أن تتقيد بها جميع المديريات ومكاتب الصندوق بالتنفيذ. وعطفا على كل النشرات السابقة بوسائل الإعلام كان آخرها بتاريخ 20/8/2019، ولكن مهلة تقسيط الديون كانت تنتهي ب 31/12/2019. لذلك بذكر مجددا مدير عام الصندوق أصحاب العمل ومن في حق بحقهم أو من في حكمهم بأن حقهم بالاستفادة من التخفيضات المنصوص عليها قانونا ينتهي بتاريخ 31/12/2019. أما ليلي تقدموا بطلبات تقسيط وما تابعوها، فهالطلبات بتسقط بعد سنة من انتهاء العمل بالقانون رقم 144/2019، أي من تاريخ 31/12/2019، وتسري عليهم أحكام المنصوص عنها بقانون الضمان الاجتماعي وأنظمته المرعية الإجراء بعد هذا التاريخ. يعني بتسقط، ومن هون عم بذكر مدير عام الصندوق للاستفادة من تخفيض الغرامات وزيادة التأخير. كمان معلومة تانية صادرة عن وزير التربية والتعليم العالي أكرم شهيب، بأكد فيها أنه الخلفية اللي أدت إلى اختصار عطلة عيدي الميلاد ورأس السنة كانت خلفية تربوية تضع في أولويات التعويض على تلامذي أيام التعطيل القسري اللي فرضتها ظروف الرهن بالبلاد وتقتصر على المدارس الرسمية. وأعلن الوزير الشيب أنه انطلاقا من احترامه لكل المكونات الاجتماعية والروحية وحرصا منه على عدم توظيف هذا التدبير في أي مسار يسيء إلى الوحدة الوطنية، ونتيجة لردود الفعل غير المبررة تربويا على أمل التعويض عن أيام التعطيل في أوقات لاحقة، تعديل قرار تعطيل المدارس والثانويات والمعاهد الفنية الرسمية ابتداء من مساء الاثنين 23/12/2019 ولغاية صباح الخميس 2/1/2020. اتصالاتكم مشاهدينا على 04 444 4444. والبداية مع متابعة بموضوع المي، انقطاع المي من شهر ببلدة رومية المتن. بعد الاتصال بمؤسسة مياه بيروت جبل لبنان عرفنا انه تبين انه هناك سبب يتعلق ببير يعود الى سجن رومي، وهناك من قال ذلك، ولكن اللي فهمناه انه ابتداء من الليله بترجع المي لمنطقه رومي، ولكن رح تصير تعدل المواعيد، يعني صارت بتوصل لاهالي رومي المي كل 3 ايام مره كل 3 ايام، وان شاء الله ما تطول كثير العمليه، بس حبيت اني خبر الناس تعرف حالها كيف بدها تتصرف بالمي. باخذ اتصال. الو 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 ايه اهلا مسيو. ما انا قلت لي انطر على الخط، بدك تحكي مع الست ريبيكا. تفضل ريبيكا معك. مرحبا، كيفك؟ ايميل نادر معك من الطرام الكوره. اهلا استاذ ايلي، تفضل. السنة الماضية حفروا لنا مجارير قسم من الضاعة كلها خلصت. نعم. قسم المجارير، نحن 72 بيت خلصوا، فضل إسا 85 متر لنوصل على الأمية الرئيسية ووقفوا، صاروا سنة هلا موقفين. حكيت معك أنا من شي 3-4 شهور، قلت لي بشو؟ فضل إسا 85 متر لنوصل على الأمية الرئيسية. أوكي. نعم. وهلا صاروا سنة، نحن شي 72 بيت هون. اوكي. نحن هلا بدنا نشوف، رجعنا بلديه الطرام. نعم. ورجعنا بلديه بشمزين، اثنين مسؤولين عن هالطريق، كل واحد يشلحها على الثاني، قال تبع الاشغال هو من بيت هرموش. اوكي. لاقول لك بوقتها بعتقد جوابتكم بهيدي القضيه، بس لانه قطع لي ثلاث اشهر راجع اكيد شو كان جوابها يومتها. وبنرجع بنشوف من جديد ما دام الامور بعد ما انحلت لليوم، يعني اكيد بدنا نرجع نشوف ليه التاخير. وخصوصا اذا كان السكر يعني ما بده الا بس تنفتح المي، بدي اشوف شو قضيتها وليش توقفت وليه مأخر الاشغال، وبجاوبكم اذا قررت. كمان اتصال.
الو. اهلا مدام. حبيبتي ما انا اتصلت احكي مع مدام روبيكا. ايه معك روبيكا تفضلي. عم بسمعك تفضلي. ايه الو. عم بسمعك مدام تفضلي. مدام روبيكا. نعم. الله يعطيكي العافيه حبيبتي. اهلا فيكي. عيوني ما هلا عندي شكوى منشان مش انا بس يعني العالم كله عم يشكوا من عم بيعلوا اسعار المواد الغذائيه بالمحلات هلا لان ما فيش تفتيش. صحيح. فوضى. لا في تفتيش بس عدد المفتشين اقل من المطلوب بس تركينوا يزيدوا على ذوقهم لانه قضيه الدولار هو اللي خربت كل العمليه. طب ما حرام الايام اكيد حرام 100% وهون انا كنت بتمنى على كل التجار والسوبر ماركت يعني ما عم يقدروا يطعموا اولادهم 100% معك حق مدام ونحن عنا عائله كمان عم نلاقي صعوبات كثيره ونضل مكسورين نشتري دين نشتري دين والله العظيم واذا وحده جوزة عامل القلب او عمليه شيء كيف بده يشتغل ما بيشتغل موطونا الجوع يعني وين ما عم تبعت حدا تفتيش ويمنعون من يزيدوا الاسعار مدام معك حق خصوصا هلا ني بمرحلة عياد ونهاية سنة كلنا بنعرف الأربكة موضوع الأسواق هو موضوع الدولار يعني كلنا بنعرف صرنا هالقضية هيدي ولكن في 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 سلع ما بدها دولار يعني في سلع إنتاج لبناني في ستوكات يعني جاية على كم شهر يعني كان بيسوى كمان يمرقوا هالعيد ونبلش راس السنة نعرف إذا رح تنحل أزمة الدولار ولا لا صار عنا حكومة ولا وترجع يعني تستقيم الأمور شوي ما فينا نحن نجي كمان هيك نخربط كل الوضع وما حدا يتحمل مسؤولياته نحن إن شاء الله بكرة بتكون معنا مدير العامة للاقتصاد على الهواء ضيفتنا حتى نعرف منها شو الإجراءات شو الحلول كيف ممكن نتخطى هذه الأزمة وما تنعكس سلبا على المواطنين وعلى القوة الشرائية عندهم أهلا فيك بريك ومنتابع منتابع الحل عنا بياخد اتصال ألو ألو بونجور بونجور مدام بحكي القصة ايه أكيد في عنا أرض بدهولة بديدة نعم نحن في شركة يعني معنا نعم فرضة الدولة مستملكتها من مش مستملكتها حتى أشار عليها قبل سنة الستين نعم وسنة 92 رجعوا جددوا الإشارة لا بيستملكوها ولا بيدفعوا لنا حقها ولا بخلونا نبيعها طب والحل هيدي ما خلينا حدا ما رحنا لعنده ما في مجال شو الحل؟ في كتير من الأراضي مش مستملكة يعني محطوط عليها إشارة لأشغال عامة يعني يا أوتوستراد يا شيء أوتوستراد العربي هن أنتوا عندكم الأوتوستراد العربي هلأ ما في شيء جديد بالموضوع كان يعني نواب كانوا طلبوا من أكثر من 3 سنين إعادة النظر بهذه الاستملاكات يعني إذا بتمشي ولا تحريرها للناس ترجعوا ولكن ما عجت شيء بالموضوع صراحة هلأ إذا في حدا بدي حاول أعرف إذا في شيء حل إلى يا استملاكها من جديد يا دفع ما عليها يا إكمال مشاريع بدي أسألك بسألك وبجاوبك بس لهلا ما في شيء بهالاطار كمان اتصال بونجور بونجور مدام روبيكا نعم كيفك شو الحال؟ ايه الحمد لله بالنسبه للمواد الغذائيه ايه انه كثير زادوا نص القيمه 100% بيقولوا استوردوا شغل لبنان ما في جبنا على فول امبارح العلبه كان حقها 1100 بال2000 صارت شغل مصر مع انه مصر ارخص شيء وكل شيء زايد الطعم ما في شيء لما زايد كل شيء زايد النص واكثر 100% اللي عم بقوله هو موضوع الدولار اللي اثر على كل شيء لانه نحن كل استيرادنا بيكون بالعمله الصعبه العمله الدولار كلنا بنعرف هذا الإرباك اللي حاصل بين السعر الرسمي وبين سعر السوق وبين القوة الشرائية عند الناس وعند التجار والسوبر ماركت بس ولكن كنت عم بقول عنا استوكات كانت بتكفي لعدة أشهر يعني هلأ ما رح يوصوا على بضاعة جديدة كان مفروض يقطعوا العيد رأس السنة
وعلى السنة الجديدة إذا صار عنا حكومة التقى حل لموضوع العملة للدولار، يعني ساعتها الواحد بيقدر يشوف شو بيعمل. هلأ من الأسف شديد من اليوم وطالع في كتير أمور رح نفقدها بالسوق لأنه ما رح نقدر بقى نستوردها. يعني كان الأسهل عليهم أنه يرفعوا الأسعار ويا مواطن ادفع. أنا بكرة ضيفتي إذا قال لها راد المديرة العامة لوزارة الاقتصاد الست عليا حتى عباس حتى نشوف معها شو الإجراءات الممكن اتخاذها خصوصا مع الأعياد، يعني مع سنة جديدة مع هذا الواقع المستجد. إن شاء الله بكرة تقدر تعطينا أمور. هلأ عم بيكون في دوريات وعم بيكون في توقيف لبعض المخالفين ولكن مش كافي، ودائما السبب هو موضوع الدولار. كمان اتصال صورة اليوم. يمكن نحن منا بحاجة نتعلم من أي دولة لأنه الحمد لله بعدنا بلبنان عنا حنية على الفقير وعنا لفتة بيضة يعني إنسانية، ولكن بجورجيا مثلا عم بتشوفوا هيدا تمثال لمسؤول بإحدى صحات لمتسول بإحدى صحات جورجيا، المقتدرين بيعطوا المصاري حتى ياخدوا فقراء المدينة. يعني المقتدر يلي عنده مال بحط يعني للفقير مصاري على هالتمثال حتى يعني يبقى الفقير محافظ على كرامته إذا بدنا نقول، بينما هون عنا بلبنان ما بيصير هالشي هيدا، يعني بنعمل طني ورني واللي بدنا إياه. مريت إيدك اليمين ما تعرف إيدك الشمال، يعني هذا بينقال. بس أنا بدي أشكر كل يلي دايما بيتعاطف مع الفقير، بيتعاطف مع المريض، بيتعارف مع المظلوم، بيتعاطف معه. وبعرف إنه هذا البرنامج قديش من خلاله كمان كان عندكم ثقة بيلي عم ينطرح وكان فيه مساعدات. وبدي ذكر بالطفل مبارح يلي حكينا عنه ويلي بيا بحاجة فعلا حتى يقدر أقله يكون معيشة ببيئة أقله ما تكون كلها موبوءة لحين ما يتأمم لهالدواء 110,000 دولار حق الدواء. بقى إن شاء الله إنه نحن تركنا رقم تليفونه مبارح على الهواء، وبتمنى كمان إنه اللي مقتدر وقادر يساعده يتواصل معنا حتى كمان نحطه على الخط معه. طبعا مشاهدينا دايما بتلاقي اتصالاتكم على 04-444-444. بذكر أهالي رومي رح ترجع المي لعندهم ابتداء من الليلة، ولكن بتصير تجي مرة كل 3 أيام، وبالتالي موعدنا بكرة بيتجدد. إلى اللقاء عبر الـ MTV.